الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فهنيئا لكم جميعا الوصول إلى هذه الليلة الغراء من ليالي شهر رمضان المبارك، يوم 30 ليلة عيد الفطر، وأنتم بصحة وعافية وهناء تام، فهذه نعمة. هنيئا لكم. قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية عند الإمام أحمد: وما تأخر. هنيئا لكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية عند الإمام أحمد: ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أحاديث كثيرة جدا في مسألة رمضان وفي مسألة المغفرة والتوبة والسماح من عند الله سبحانه وتعالى. مثلا: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر عنه ما قبله أو كفر له ما قبله، ورمضان إلى رمضان يكفر ما بين يديه إلى رمضان القادم. فكلها أحاديث تحث العبد على أن يتفكر فيها، أن الآن الوصول إلى هذه الليلة المباركة والوصول إلى هذه المرحلة من مراحل العمر وأخذ صك مغفرة من عند الله سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم يستحق الحمد ويستحق الشكر ويستحق الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يمكن للعبد أن يثني به على مولاه. ولو أن الثناء على الله سبحانه وتعالى صعب على العبد، لكن الإنسان يحاول أن يشكر ربه على هذه النعمة، على الوصول إلى هذه الليلة المباركة والوصول إلى هذا الشهر المبارك. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، ذكر في آخره: يغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهي ليلة القدر هي التي فيها المغفرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. اللي هي إيش؟ اللي هي هذه الليلة، هذه الليلة التي ينتهي فيها الأجر، ينتهي فيها كل شيء، تأخذ على طول المكافأة من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك روي أن الصائمين يرجعون من الفطر مغفورا لهم، وروي كذلك أن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، وكان حقا على الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث: كان حقا على الله أن يغفر للعبد الذي صام رمضان وصلى الصلوات الخمس، إلى آخر ما ذكره العلماء في هذا الباب. في بعض المرويات أن يرجع العبد في هذا اليوم ويرجع القوم في هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى كما ولدتهم أمهاتهم، كما ولدتهم أمهاتهم، مغفرة كاملة، سجل كامل أبيض من عند الله سبحانه وتعالى ببركة الصيام والقيام. ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، روي عنه في الحديث المرفوع أنه قال: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقفون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه كل من خلق الله سبحانه وتعالى إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم، اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عملا؟ الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: ما جزاء الأجير إذا عمل عملا؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول ربي سبحانه وتعالى: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم إيش؟ إني جعلت ثوابهم
من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، ارجعوا مغفورا لكم. الحمد لله الآن نحن في رضا الله، رضا كامل من عند الله، مغفرة كاملة من عند الله سبحانه وتعالى. حديث كثيرة في هذا الصدد وفي هذا الباب. يا عبادي فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا، يعني بكرة يوم العيد. يا عبادي وعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم. أي شيء تبغاه من الله سبحانه وتعالى بكرة تأخذه من عنده جل وعلا، غير الصيام والقيام المضمون. فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا، لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم. فوعزتي لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني. وعزتي وجلالي لا أخزيكم، شوف الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد، وعزتي وجلالي لا أخزيكم، وعزتي وجلالي لا أفضحكم بين أصحاب الحدود، انصرفوا مغفورا لكم. قد أرضيتموني ورضيت عنكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. هذه كلها روايات حديثية مذكورة في كتب الصحيح، مذكورة في الكتب المعتمدة. هذا الحديث آخر شيء ذكرته لكم، ذكره الإمام البيهقي. فالصيام وبركة الصيام وبركة القيام تحتم على الإنسان أن يفرح بالعيد ويفرح من الله سبحانه وتعالى بالعطاء. ولذلك كان السلف دائما تسمعوا السلف الصالح من العلماء والصالحين كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا وصلوا رمضان يدعون 6 أشهر أن يتقبل منهم ربنا سبحانه وتعالى رمضان. السنة كلها يتمنون أنها رمضان لما يحصل فيها من أجر ولما يحصل فيها من بركة ولما يحصل فيها من فضل من الله سبحانه وتعالى. لا تحزن على خروجنا من رمضان، لا نحزن على وضعنا الحالي، هذا كله لا يؤثر في المغفرة. يعني المغفرة حاصلة حاصلة، والرضا حاصل حاصل، والبركة حاصلة حاصلة وشاملة على كل إنسان، بكورونا بغير كورونا، في بيتك في دون بيتك. المهم أنت قمت بالواجب، والواجب حاصل من الله سبحانه وتعالى. فلا تقابل المغفرة بشيء من الحزن، ولا تقابل المغفرة بشيء من الألم. يمكن أن تحزن على العبادة أنها راحت، هذا حقك، حقك وحق الصالحين. وذلك كان بعض السلف يظهر عليهم الحزن في يوم عيد الفطر، بعض السلف فيقولوا له إنه يوم فرح وسرور، فيقول صدقتم ولكني عبد أمرني ربي أن أعمل له عملا فلا أدري أقبل مني أم لا. هذا له هو نوع من أنواع الناس، يعني يمكن أن نفكر هذا التفكير. لكن الدعوة هنا في العيد دعوة فرح وسرور وإظهار مشاعر الفرح، كما ذكرنا في المرة الماضية، البس أغلى ما عندك، تطيب تزين، افرح كل واشرب وانبسط وعيش، يعني كما يقولون عيش يومك، يوم العيد هذا عيشه بكل ما فيه من فرح وسرور حتى يعني تطمئن إلى هذه المغفرة. الآن أخذ جوائز، فهذه الجائزة تستاهل منك أنك أنت تفرح من الله سبحانه وتعالى. وأثر عن سيدنا علي كذلك أنه كان يقول في آخر ليلة من رمضان: ألا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. هذه كلها ممكن أنت تأخذها بمعنى أنه لازم نحزن، لا أقول لك لا، مو لازم تحزن، هنا لازم تفرح. ولكن هذا الشعور، شوفوا الناس الكمل عندهم يعني أنواع من السلوك ليس هو السلوك الواجب على كل البشر. إحنا الآن نفرح ونسر. يمكن أنا قلت على صلاة العيد، قلت أنه صلوا العيد بكرة في بيوتكم بدون خطبة. بعضكم ممكن أنه يصلي بعد الإشراق بثلث ساعة، بعضكم ممكن أنه ما يصلي بعد الإشراق بثلث ساعة، يحب يسمع الحرم، يصلي يشوف الحرم ويسمع الخطبة وبعد ذلك يقوم. الوقت متاح، إما أنك أنت تقوم بعد الإشراق بثلث ساعة مباشرة وتصلي، أو أنك أنت تشوف الحرم المكي، تشوف الحرم المدني وبعد ذلك تقوم تصلي. فكل ذلك متاح لأن الوقت مفتوح بالنسبة لصلاة العيد إلى وقت إلى ما قبل الظهر، يعني بساعة أو ساعتين، هذا مجال مفتوح تماما. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا وإياكم في ليلتنا هذه. إحياء الليلة، إحياء الليلة بالذكر والتكبير هذا مطلوب، وكل العلماء نصوا على ذلك. من يوم ما تنتهي آخر ليلة من رمضان يعني المغرب، فبمجرد انتهاء آخر ليلة من رمضان يدخل التكبير.
كبروا في بيوتكم، كبروا في أماكنكم، التكبير المعروف، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيدوا من التسبيح، زيدوا من الركعات، كل ذلك مطلوب في هذه الليلة شكرا لله على النعمة. والتكبير هذا ينتهي، التكبير المعروف ينتهي في غير عيد الأضحى، عيد الفطر ينتهي التكبير بمجرد انتهاء من الخطبة، بمجرد الانتهاء من الخطبة، مش قبل الخطبة، بمجرد الانتهاء من الخطبة. ولذلك الخطيب لما يطلع بعد صلاة العيد يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، لأنه التكبير ما زال وقته ساريا. الله أكبر الله.